رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون، سعادة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة العربية السيدة كلودين عون، حضرة المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية الدكتورة فاديا كيوان، أصحاب السعادة رؤساء الوفود، الزملاء الأعزاء، السيدات والسادة، أسعدتم أوقاتا. إن أهمية هذا المؤتمر حول الثقافة والمرأة يرتبط بوظيفته في رصد وتحليل مسار المجتمعات العربية تجاه قضايا المرأة وتجاه مدى تلاؤمها مع أهداف التنمية المستدامة عموماً والهدف الخامس من الأجندة 2030 الأممية تحديداً. فتظهير موضوع الثقافة لقياس تطور هذه المجتمعات في مقاربتها لموضوع المرأة نعتبره أساسياً لفهم معوقات التنمية في منطقتنا العربية، خصوصاً وأنه سيكون شغلنا في السنوات القادمة إن أردنا السير في البعد التنموي المستدام وفي تحقيق المساواة الفعلية بين الجنسين. حاولنا على غرار المنهجية العلمية أن نفتتح أولى جلسات هذا المؤتمر بأوراق تتطرق للإشكاليات الفكرية ودينامياتها الداخلية والتثقفية الخاصة بالمرأة في مجتمعاتنا. وسيرتكز غنى الأوراق التي سنستمع إليها ضمن هذا المحور على تنوع توجهاتها في القراءة والتحليل الذي يعكس التنازع الفكري القائم في عالمنا العربي ما بين الموروث الثقافي الديني وبين الفكر المعولم الذي نعيشه. وقد خصص المحور الثاني لقراءة انعكاس الواقع الاجتماعي المعاش في المجتمعات العربية ما بين الصور الذهنية حول المرأة وتجلياتها في الأدب والفن أو تجلياتها في الواقع المعاش وبين ما خاضته المرأة العربية نفسها في التاريخ وافتتحت من خلاله الحركات النسائية التي شهدتها مجتمعاتنا منذ عصر النهضة وحتى اليوم. وهنا تكمن أهمية هذا الرصد في إظهار أمرين: الأول أن المخيال الجمعي للمرأة ولأدوارها الاجتماعية ما زال يعكس من خلال الفن والأدب الكثير من موروث الأمس، والآخر أن المجتمعات العربية قد بدأت مع رائدات النهضة استشعار حاجتها لتغيير الموروث الخاص بالمرأة وعملت على إدخال الكثير من التحولات الاجتماعية التي ظلت حينها على مستوى النضالات الفكرية. أما أوراق المحورين الثالث والرابع فتعكس مشكلات التمكين المجتمعية للمرأة العربية. هي توصف السياسات الحكومية والمساهمات الأهلية والمدنية والحقوق القانونية والإنسانية المحلية وطموحاتها وآليات تطورها ومدى بعدها أو قربها من تحقيق المساواة بين الجنسين وتحقيق العدالة المنادى بها أممياً. إن أهمية المقاربات المعرفية حول الثقافة والمرأة في مجتمعاتنا العربية لا تقل أهمية عن المقاربات التي توصف لنا الواقع وتبين مدى حقيقة تجليات المعرفة ودورها في هذه المجتمعات، وكيف أنه من المهم تعديل أو تغيير الرؤية أو السياسات أو النضالات وصولاً إلى تصويبها في مسار تحقيق المساواة بين الجنسين. فأي معرفة غايتها التطوير المجتمعي لا بد من أن تقارن ما بين التأطير المعرفي والواقع المجتمعي لرسم استراتيجيات وبناء سياسات هادفة لتحقيق المساواة. أما المحور الأخير من هذا المؤتمر فقد خصص لمقاربة موضوع المرأة والبيئة، وهنا تجدر الإشارة إلى أن أكبر مؤشر عن ضعف تعاطينا البحثي مع هذا الجانب هو قلة الأوراق التي رفعت للمؤتمر في هذا المحور، وهذا مؤشر خطر لا سيما أن البيئة قد باتت اليوم من أولويات ميادين التنمية المستدامة،
وربما يكفي أن نشير إلى تأثير جائحة وباء كورونا الذي هو موضوع بيئي بامتياز، والذي سينعكس على مفاصل حياتنا اليومية لأعوام مستقبلية. وبالتالي من الضروري أن تكون المرأة مشاركة في التعاطي الرشيد مع البيئة في الحياة اليومية، إن على مستوى نشر الوعي أو رسم السياسات أو حتى الحماية من الكوارث. أود في نهاية كلمتي أن أشير إلى أهمية أوراق هذا المؤتمر وجديتها العلمية في التعاطي مع الموضوع، وأشدد على أن قضية المرأة هي بين أيدي مؤمنة بالقضية ونضالاتها الفكرية والفعلية، لذا لابد أن تكون هذه النضالات واعدة مع وعينا أن مشوار نضالاتها ما زال طويلاً لتحقيق المساواة. ختاماً أشكر سعادة السيدة كلودين عون على تكليفها لرئاسة اللجنة العلمية، وعلى تقديرها للعمل العلمي الأكاديمي، وعلى دعمها المطلق لنا أنا وزميلتي دكتورة مها كيال التي أتشارك معها عضوية هذه اللجنة. والشكر موصول لحضرة الدكتورة فاديا كيوان التي واكبت أدق تفاصيل صياغة فكرة المؤتمر وتحديد محاوره، وهي المشهود لها بمؤازرتها لقضايا المرأة والتي تتسلح بثراء معرفي وخبرة نضالية طويلة. ولا ننسى فريقي العمل الدؤوبين في الإعداد لهذا المؤتمر وفي تنظيم مجرياته، كما لا يفوتنا أن نشكر جميع الأساتذة الباحثين المشاركين على مهنيتهم وجديتهم الأكاديمية والشخصية. ويبقى رجاؤنا أن يؤدي هذا المؤتمر هدفه المنشود، والله ولي التوفيق، وشكراً.